اتفضلي يا حاج خدنا فاصل اتفضلي كملي. ماشي حاضر. بعد كده لما قال لي بنت قال لي مراته روحي حلي لنا كوبايه العصير ظبطها لها في قلب المطبخ. جاب كوبايه العصير فيها كميه مخدرات ومكتفني جوز بنته وائل، جوز بنت اللي هو وائل شغال في بنك، مكتفني هو وحماته سألني كوبايه العصير دي في قلب المطبخ في قلب الحمام هناك. بعد كده راحوا ملبسيني عبايتي عريانه من غير حاجه تحت العبايه، ملت زي ما ولدتني. ربنا ينتقم، حسب الله ونعم الوكيل. معلش يا عم حسين الله نعمك، اتفضل يا حاج. بعد كده لبسوني عبايه عريانه على اللحم، وخلي العساكر بتاعته مصطفى والعسكري التاني قال لي يا مصطفى هات تاكس خدوهم عند باب العماره وسلموها لابنها وقولوا لابنها امك تعبانه دخلت وقعت من طولها. بيقول لك اللواء عبد الدمرداش لما تخف تبقى تيجي، لما تخف امك تبقى تيجي. طبعا ابن عيل ما يعرفش حاجه. الوقت ده ابنك كان عنده لسه عنده 13 سنه، وقت ما روحنا لابني كان ابني لسه عنده 13 سنه في اولى اعدادي، ما فيش حد معايا في نفس الوقت ما بين اي حد يقف معايا حد يجيني ولا قرايبي ولا اهلي ولا جيران اي حد يقف معايا خالص. بعد كده بعد 4 ايام عايش على الشاي وقهوه ونسكافيه ساده، قلت لابني هات له يعني كميه ليمون زي ما انت عايز وحطها لي على الليمون حطها لي على القهوه وعلى النسكافيه عشان عايز افوق يا ابني. العيال جاب وعمل لي نسكافيه بليمون قهوه بليمون لحد ما فقت. اليوم الرابع جريت على اسم المطريه افتكرت الحجر اللي كله في اليوم الاسود ده، بقى جريت على اسم المطريه عندنا هناك، عملت محضر وتقرير طبي. المحضر اللي انا قلته حاجه والحرامي حرام الاعراض وحرام الاسعار ابنه عشان وكيل نيابه بعت محضر متظبط على حاجتين اتنين، على الامضه والتاريخ للمامور اسم المطريه عندنا محمود العشيري. مكتوب في المحضر اللي هو بعته له خناقه بينه وبين الجيران وخربشه في الرقبه. المحضر بقى اللي مكتوب فيه كده ما فيهوش اي اصابه عنده في البيت، اسمه ما جاش في المحضر خالص ولا الحرق ولا الضرب ولا الاغتصاب ولا اثر ولا اي حاجه من دي خالص، ولا المخدرات اللي غصب عنه في قلب البيت عنده خالص. بعد كده بعد شهرين رحت اسال على المحضر بتاعي كشف تقرير طبي امراض نسا والاصابات اصابتها في اسم في مستشفى المطريه عندنا. خاطر المحضر سال عليه في اسم في نيابه المطريه عند التجمع الخامس. فوجئت بالمحضر المكتوب فيه مخنقه بينه وبين الجيران وخربشه في الرقبه. قعدت اتخانق مع وكيل النيابه هناك، رد بقول له وكيل النيابه طب اديني صوره من المحضر بتاعي الاصلي وصوره من التقرير الطبي بتاعي عشان اقدر ارفع قضيه واجيب حقي. قال لي لا اديك رقابه زميلي عشان تحبسيه، ده وكيل النيابه عنده حصانه يا ماما. وايه اللي اغتصبتي؟ انسي انسي اللي جرالك، ايه اللي اغتصبتي؟ وايه اللي اتضربتي؟ وايه اللي اتعدى عليكي؟ ايه اللي اتبهدلتي؟ عادي انسي، ده وكيل النيابه عنده حصانه مش قدهم، ده هم الحكومه. اسمه ده يا حاج؟ معمر عبد محمد الدمرداش وكيل النيابه اللي هو ابن اللواء. وصل زميلي يقول لي انسي اللي جرالك كله، هو محمد نصر. محمد نصر وكيل نيابه المطريه تجمع الخامس. بعد كده بقول لو اخت حضرتك اغتصبت، لو اختك اغتصبت وجرالها كده او امك جرالها جرالها ده كله اتضربت وعذبت واغتصبت واتبهدلت هتسيب حقها؟ قال لي هقتله وهولح فيه. قلت له ما لازم اسيب حقي ليه؟ قال لي عشان عادي بقى انسي اللي جرالك عادي. انتوا حاجه وكاله النيابه حاجه، ده احنا الحكومه، ده عنده حصانه مش قادرين عليهم، الناس دي واصله مش قدهم مش قادرين عليهم كمان مهما تحاربي في النهايه هتموت انت وابنك، ولا حق ولا بطل تاخديه منهم ولا حد يقدر يجيب لي حقك. وقال كشنهم بقشنهم وخلاص. روحت قعدت ادور على كذا محامي، كل محامي اروح له فوجئت المحامين كلها 7 محامين والله العظيم في كابتن المحامين وجهه الحريات وكذا محامي حر. المحامي بقى معاهم عليا، اتفقوا معاهم عليا، اتفق معاهم عليا، اتفق معاهم عليا المحامي. ياخد الورق قاعد عنده شهر يقول لي ده مش نافع، لا ده مش قضيه يا حاجه، ده مش قضيه يا ستي، ده مش قضيه. بتبالي عليهم حرام عليكي،
انت مفترية يا زلمة. الناس دي كويسين جدا، خلقهم عالية جدا، دي مش قضية، مش حاجة تدينهم خالص. ده انت كده تاخد حبس، انت اللي تتحبس عشان انت تتبلى عليهم. قلت له التقرير الطبي في مستشفى المطرية موجود لحد دلوقتي، التقرير الطبي في قلب المستشفى، كشف امراض نساء والاصابات اللي في ظهر الحلق ما بيروحش يا بيه، حرام عليكم، حلق عمره ما بيروح، والضرب في ظهري لحد ظهري مفتوح ما تخيطش، الاصابات باينه في ظهري وفي جسمه كله. قال لي ده مش قضيه، كذا محامي عشان انسى القضيه بتاعتي واخش لي حق ولا بطل منهم. بعد كده بدا يبعت لي بطايق عليك كلهم في قلب الشقه بالسلاح بالمنتوف بالغاز، ضرب فينا وابني بهدله. شهر 6/2010 بعت حكم مامور اسم المطريه محمود العشيري يبعت لي امن عليا في قلب الشقه، كسر الباب الشقه عليا الساعه 10 بالليل، خدوني من قلب بيتي على اسم المطريه، ضربت كهربت تعلقت، اتحبست شهرين اتنين في قلب اسم المطريه في المباحث فوق. تاريخ كام يا حبيبي؟ 2010 شهر 6/2010 لحد اخر شهر 7/2010. خرجت بعد شهر 2 مضيت على ورقتين في قسم المطريه عندنا هناك، والطبنجة في دماغي من المأمور والضباط بتاعته هتمضي، هو معنا الموبايل وكيل النيابه ده ابن اللواء مع المأمور قسم المطريه بالموبايل، خلاها تمضي غصب عنها، ما مضيتش وطلعت لنا الحبس فوق وحبسنا والطبنجة في دماغها، ولو ما وافقتش هات ابنها كمان احبسه الاخر معاها. بعد كده مضيت على الورقتين والطبنجة في دماغي في اسم المطرية، ضرب بهدلة وتعذيب في المباحث فوق. بعدها روحت البيت، مفيش اسبوعين اتنين الكلب ابنه وكل النيابة ابن اللي هو ده معمر الدمرداش بعت المخبرين بتاعته والعساكر بتاعته خدوا ابني من جنب البيت المغرب، قعد 4 ايام حبسه ضربه بالكرباق فتح وشه بالموس، طفل يتضرب ويتعذب ويتعلق ليه؟ عشان ايه؟ كارت ارهاب لامه، عشان اخاف وما اتكلمش، عشان قلت كل ده في قلب اسم المطريه.